أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدة والسادة، إن المكتسبات التي تحققت في قطاع الصحة بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مكافحة وباء كوفيد-19 مكنت المنظومة الصحية الوطنية من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية، وعززت العمل المشترك بين مختلف القطاعات والشركاء من أجل مواجهة فعالة وناجعة لهذه الأزمات. وهنا نستحضر الانخراط القوي لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الذي أطلق في عز الجائحة أشغال إنشاء مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وتوفير عدد من اللقاحات للقارة الإفريقية، حيث يتوخى هذا المشروع بحلول سنة 2025 تغطية أكثر من 70% من احتياجات المملكة من اللقاحات وأكثر من 60% من احتياجات القارة الإفريقية. كما يطمح على المدى الطويل 2023-2030 إلى إحداث قطب إفريقي للابتكار البيوصيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالمياً.